فلا هادي له ونشهد أن لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا طبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قل هل يستوي الذين يعلمون الباب. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وصدق رسوله النبي الأمي الصادق الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق دوست دلي محبت صدق روشه. اللهم